بتتحكم الجينات في وظائف الخلايا اليومية المستمرة لبناء البروتينات والأنزيمات والمواد الحيوية اللازمة لبناء أعضاء الجسم والقيام بوظائفها، زي ما بتتحكم الجينات في الوراثة من الوالدين إلى الأبناء، فهي بتحمل الساعة البيولوجية اللي بيتطور بيها الكائن الحي من بويضة مخصبة إلى تكوين الأعضاء إلى مرحلة الطفولة ثم البلوغ إلى النضوج ثم الشيخوخة. وبيحتوي الجينيوم البشري على ما بين 20,000 إلى 25,000 جين أو مورث موجود في نواة الخلية ومرتب على 23 زوجاً والملقبين باسم الكروموسومات. الكروموسوم بتقع الكروموسومات الخاصة بنا في عمق بنية النواة، وبعد تكوين الجينات بتتجمع داخل الكروموسوم لتشكل ما يشبه بحرف الإكس في اللغة الإنجليزية، وهي تعمل كمركز قيادة للخلايا اللي بتكون أجسامنا. في الإنسان تحتوي كل خلية جسدية على 46 كروموسوم، وهي مرتبة بشكل ثنائي في شكل 23 زوج متماثل مجموعهم يساوي 46، وكل من الكروموسومات المنجذبة لبعضهم متماثلين في الحجم تقريباً ليشكلوا زوجين متشابهين لبعض ولهم نفس مكان السنترومير أو خط المنتصف نفسه. وبتحمل جينات بتتحكم في نفس الصفات في الموقع الكروموسومي نفسه، وده مثال على مكان وقوع لون العين ومكان واحد في كل من زوج الكروموسوم المزدوج. وبتحتوي كل خلية من خلايا الجسم في كل من الرجل والأنثى على 23 زوج من كروموسومات بناء الجسد من هيكل وأعضاء، إلا إن بينهم واحد فقط وبدونه ما كانت تستمر الحياة، وهما زوجي الكروموسوم رقم 23. سر زوجي الكروموسوم 23. نظرا لان جميع ازواج الكروموسومات ال 22 الاخرى هي كروموسومات جسميه، فهي متماثله في جميع الصفات الا اخر اثنين في الترتيب، فهما كروموسومين جنسيين لتحديد جنس الجيل التالي، ويختلف نوعه حسب كون المولود ذكر يكون زوج كروموسوم من نوع واي وبجانبه نوع اكس، أو أنثى لتكون زوج كروموسوم من نوع X وبجانبه شبيهتها X تماما ليكتمل بيهم مرة تانية عددهم 46 كروموسوم. لكن ماذا عن قبل ما بيتم تحديد جنس المولود؟ العجيب في الأمر رغم أن داخل كل نواة لكل خلية بشرية عدد ثابت من 46 كروموسوم، إلا أن يستثنى منها فقط الخلايا الجنسية من أم أو أب، فبيحمل الحيوان المنوي للرجل نص عدد الكروموسومات وهو 23 كروموسوم فقط فردي، وبتحتوي البويضة في الأنثى على النص الآخر لل 23 الآخرين. ندخل بذلك في مرحلة الزيجوت أو إخصاب البويضة بالحيوان المنوي، والعملية دي مهمة جدا لأن اندماجهم معا بيحقق العدد الصحيح من الكروموسومات. فبتحتوي خلايا جسم المرأة على كروموسوم من نوع إكس، بينما تحتوي خلايا جسد الرجل على 2 كروموسوم، واحد من نوع X وآخر من نوع Y. ليكون الرجل هو الذي لديه قطعة الأحجية، فأما أن يضيف إليها النوع X فتصبح مولودة أنثى، أو يضاف Y عند المرأة فيصبح المولود ذكر. وبكده تتكون أول خلية من خلايا الجنين، نتولد أطفال ومرة واحدة نكبر ونبقى نسخ مدمجة بالصفات الوراثية السائدة من الأبوين أو الغالبة لأحد الأبوين، أو المتنحية اللي بترجع إلى الجدود مش من الأبوين المباشرين من لون شعر أو عين أو بشرة. مدى خطورة التغيرات في تركيب الكروموسومات بالزيادة أو النقص؟ يمكن تصنيف التشوهات الكروموسومية إلى تغيرات في تركيب الكروموسومات أو عددها سواء بفقدها أو اكتسابها. فزيادة في عدد الكروموسومات واحدة فقط من 46 كروموسوم طبيعي ل 47 كروموسوم يؤدي إلى متلازمة داون، وبناء على نوع التشوه الكروموسومي بفضل التقدم العلمي يمكن للطبيب حديثا ملاحظة مجموعة مختلفة من السمات من الناحية الصحية أثناء فترة الحمل. أن تحديد تتابع الجينيوم البشري له تطبيقات ذات قيمة مذهلة في مجال الطب. من خلال تحديد الجينات ورسم خريطة لها، يمكن للعلماء تحديد موقع الجينات المسببة للأمراض أو اللي ممكن تخلي الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض معين، وتحديد الجينات اللي بتتفاعل سلبا مع دواء معين أو بتقلل من فعاليته، وده معناه زيادة فعالية العلاج في المستقبل
بدقة، بل هيوصل أحيانا للوقاية من الإصابة به. لكن لحد ما نوصل للمرحلة دي، هل بتتعرض خلايانا للتلف في الحمض النووي؟ وكيف تتصرف أجسامنا في هذه الحالة؟